حجي تعرف شنو سوى مستدعى احمد بسبب صحيح؟ والله سيدنا هذا الكلام اللي تقوله يعني يهز الجبال. ممكن اردوا عليه؟ هذا كلام عادي. يا شيخ شكون النبي اعوذ بالله. والله لا لا قبل لا قبل لا عندنا اليقين يا سيد ميثم. يا سيد ميثم ان عندنا اليقين. كيف تنشر يا سيد ميثم؟ لحظه يا ميثم الموسوي. يا ميثم الموسوي كيف تنشر انه انا عندي لحظة يا ميثم الموسوي يا بتعطيني مجال خلي خاطب الناس يا ميثم الموسوي كيف تنشر على الانترنت انه احنا بعد 1400 عام عندنا يقين بالنبي والرعيل الاول منهم عمر بن الخطاب يشك بالنبي؟ يعني نحن عندنا يقين؟ اعوذ بالله يا سيد ميثم على نشر الرعيل الاول شكاك، عمر بن الخطاب شكاك، ونحن يا سيد ميثم يعني عبد الرحمن. طيب حجينا كذلك مساله الرضا والغضب. يقول محمد صالح بن عثيمين في شرح العقيده السفارينيه لحظه يقول كذلك الرضا والغضب نوع من انواع الفعل وهو حادث لانه اذا فعل العابد فعلا يقتضي الرضا. اخوان احفظوها هاي لان دائما يستدلون بها. رضي الله عنهم بايعوا تحت الشجره. يقول كذلك الرضا والغضب نوع من انواع الفعل يعني بالنسبه للصفات الالهيه وهو حادث لانه اذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، واذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. وهذه تسمى الصفات الفعلية. ادرسوا وعلي تعلمون أحسن لكم. لذلك في بيعة الشجرة أخواني بايعوا تحت الشجرة في صحيح مسلم يقول بايعوا على أن لا يفروا، وأول واحد فر بعد الشجرة لأنه مباشرة عام 7 للهجرة بعد الشجرة هو ماذا؟ فتح خيبر. رجع عمر يجبن أصحابه منهزما هو وأبو بكر، والذهبي يقول صحيح. لا غضب الله عليه هنا تحت الشجره وغضب الله عليه في هروبه. تفضل سيد عبد الرحمن. بس شيخنا الشيخ عبد الرحمن بس على الخط تاخر، والاخ عمار ايضا تاخر. تفضل سمعت الشيخ عبد الرحمن تفضل. الو. انما انا عبد من عباد الله. في كتاب مستدرك وسائل الشيعة للميرزا النوري الجزء الثاني. لا لحظه انت مو قلت انت مو خذ لك فره وتجيب. لا انا وجدت سند متصل. بس استنى بس. انا وجدت سند متصل لعلي رضي الله عنه، علي عن علي ابن ابراهيم القمني عن ابيه عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في صلح في قصه صلح الحديبيه ان امير المؤمنين عليه السلام كتب كتاب الصلح باسمك اللهم هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله وملأ من قريش. فقال سهير بن عمرو لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك، اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه. أتأنف من اسم نسبك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا رسول الله وإن لم تقر. ثم قال امح يا علي واكتب محمد بن عبد الله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما أمح اسمك من النبوة أبدا. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الخبر، ورواه المفيد في الإرشاد والطبرتي في مجمع البيان مثله. طيب خلصت؟ خلصت أخونا العزيز؟ كملت؟ نعم كملت. نعم بارك الله بك. نعم أتيت برواية الوسائل صح؟ مستدرك الوسائل صح أخونا العزيز؟ صحيح. أحسنت. طيب وهذه الرواية في الوسائل يقول في قصة صلح الحديبية يقول في تفسير القمي عن ابن سنان عن أبي عبد الله في حديث طويل إلى آخره. طيب إحنا عندنا روايتين، هذه الرواية اللي أنت قرأتها طيب، ورواية أخرى أصح من هذه الرواية، وحتى عندكم موجودة هو كلام علي بن أبي طالب عليه السلام نفسه، كلام علي بن أبي طالب نفسه يبين إنه ماذا؟ إنه رفض أمر سهيل بن عمرو. طيب رفض أمر سهيل ابن عمرو ولم يرفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع رواية القمة. اسمع فقال سهيل ابن عمرو لا نعرف الرحمن، اكتب كما كان يكتب آباؤك. طيب
وهذه في تفسير القمي. فقال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن، اكتب كما كان يكتب آبائك. فقال اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتب باسمك اللهم، فإنه اسم من أسماء الله. ثم كتب هذا ما تقضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما أمحو اسمك من النبوة. هذه الرواية ذكرها صاحب تفسير القمي هكذا بهذا المعنى. طيب، والرواية عندنا بسند صحيح أن علي بن أبي طالب عليه السلام رفض أمر سهيل بن عمرو. تفضل الآن هذا أخوان علي بن إبراهيم نفسه عن ابن أبي عمير وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية خرج في ذي القعدة، فقال إلى أن يقول فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ما أدري من الرحمن الرحيم إلا أني أظن هذا الذي باليمامة، ولكن نكتب باسمك اللهم. قال واكتب هذا ما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سهيل فعلى ما نقاتلك يا محمد؟ فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فقال الناس أنت رسول الله. قال اكتب. فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخر رواية، ولا فيها امتناع علي بن أبي طالب. وهذه الرواية الصحيحة والرواية مسندة، وروايتك التي أوردتها جئت بها من مستدرك الوسائل بغير سند، وهذه الرواية المسندة أمامك الآن. ثم عندك أنت الألباني صحح أن علي بن أبي طالب لم يرفض اسم النبي صلى الله عليه وآله. روايات عمرو بن العاص، رواية مروان بن الحكم، كلها تقول أن علي بن أبي طالب قال رفض كما تدعون محو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن علي بن أبي طالب نفسه ماذا قال عندك في الخصائص للنسائي بسند صحيح؟ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم في أخوان العزاء في الخصائص النسائي. أخبرني معاوية بن صالح حدثنا إلى أن يقول عن محمد بن كعب القرضي، هي كاتبين القرطبي، عن علقمة بن قيس قال قلت لعلي، وهذه بها فائدة عظيمة يا أخوان، والسند صحيح والله العظيم على شرط الصحة. قال قلت لعلي تجعل بينك وبين ابن آكلة الأكباد، يعني معاوية ابن هند آكلة الأكباد، بينك وبين ابن آكلة الأكباد حكما. قال إني كنت كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، ها أمحها. فقلت هو والله رسول الله. رد على من؟ مو على النبي، على سهيل بن عمرو. وإن رغم أنفك لا والله لا أمحها. رد على من؟ هذا هو الحق. رد على سهيل بن عمرو قال لا والله لا أمحها. وليس كما تزورون إنه رد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عمر في رزية الخميس في البخاري يقول فذهبوا يردون عليه، يردون على رسول الله صلى الله عليه. هؤلاء عصابتكم هم الذين يردون، وليس علي بن أبي طالب عليه السلام يرد على رسول الله. علي رد على سهيل بن عامر. الآن الوهابية ماذا فعلوا حينما أتيناهم بالأسانيد الصحيحة إن عمر يرفض أمر النبي صلى الله عليه وآله، فخالف عليها عمر حتى رفضها، فأراد النبي أن يكتب فرفضه عمر بن الخطاب. طيب فذهبوا يردون عليه. ابن حجر يقول فصمم عمر على الامتناع.